صباح الخير نور، كل سنة وأنت سالمة. كيف بداية العام كانت معكم بإسطنبول؟ وانت سالم هاني، كانت يعني مثل بقية السنوات، استقبلتنا بالثلج وهو اللي رح نبلش انا شايفه ترى واضح من الخلفية، الباك جراوند عندك مبين ثلج، شايفين؟ فعلا تمام. طيب يلا تفضلي نور، الك الهواء. صباح الخير مشاهدينا، في بداية سنة جديدة من مكتب أخبار إسطنبول نقدم لكم جولة بالصحافة التركية. رح نبلش جولتنا مع أخبار الثلوج وأحوال الطقس اللي تقريبا عم تغطي معظم مناطق مدينة إسطنبول مثل ما فيكم تشوفوا بالخلفية عنا. مدينة إسطنبول اللي تعرضت لمنخفض ثلجي من الخميس الماضي، والخبر من صحيفة يني شفق إلغاء 142 رحلة جوية في إسطنبول. شركة الخطوط الجوية التركية ألغت 142 رحلة جوية من وإلى المدينة. معظم هذه الرحلات كانت رحلات داخلية، لكن أيضا الرحلات إلى دول أوروبية ودول الشرق الأوسط تأثرت بهذا المنخفض. ذكرت صحيفة حريات أن مكتب حاكم إسطنبول أصدر تحذيرات من الثلوج ونصح الناس بعدم الخروج إلا للضرورة، كما تم تجهيز عدد كبير من العربات وآلات الثقيلة لإزالة الثلوج من الممرات حتى تبقى الطرق سالكة. كنت أنا من الأشخاص اللي تأثروا بهاي الموجة في السفر، لكن على آخر لحظة تمت السفرة. ننتقل إلى وكالة الأناضول ونبقى في الثلوج، لكن إلى مدينة كابادوكيا، هذه المدينة السياحية التي تستغل هذا الموسم لتقديم الخدمات السياحية. في هذا الموسم من السنة تكتسب رحلات المناطيد السياحية في هذه المدينة طابعا خاصا، فهي تلون سماء كابادوكيا بالمناطيد ذات الألوان الزاهية التي تطل على الأراضي التي اتشحت بالأبيض، الثلج الأبيض. هذه المدينة صنفتها اليونسكو من مواقع التراث العالمي، وهي أيضا تشتهر بمداخن الجنيات، وهي عبارة عن أعمدة من الحجر يعلوها صخور تبدو كأنها عش الغراب. نبتعد عن السياحة ونقترب من السياسة والاقتصاد ربما، وخبر في ترك بريس. فبعد زيارة أردوغان الأخيرة إلى الرياض التي وصفت هذه الزيارة بالزيارة الاستثنائية ويبنى عليها الكثير، الخبر يقول السعودية توقع اتفاقية لشراء أسلحة من تركيا بقيمة تصل إلى 10 مليار دولار. في التفاصيل، وقعت المملكة العربية السعودية مع تركيا اتفاقية خلال زيارة أردوغان الأخيرة إلى السعودية لشراء عربات مدرعة، تبدأ قيمة الصفقة ب 2.5 مليار وقد تصل إلى 10 مليار. شركة الصناعات العسكرية التركية نورل سوف تقوم بالإشراف على 50% من هذه الصفقة. وكان أيضا قد ذكر الرئيس التركي للصحفيين الذين رافقوه في الرحلة أن هذه الزيارة ستتضمن اتفاقيات في التجارة والصناعات الدفاعية، ربما هذه من إحدى هذه الاتفاقيات. ننتقل إلى خبر تداولته العديد من الصحف والمواقع التركية، سنأخذه من موقع تركيا بوست وهو عن مأساة ساريكامش. في تفاصيل الموضوع، شهدت ولاية قارس شرقي تركيا مسيرة لإحياء الذكرى الأولى بعد المئة لمعركة ساريكامش التي وقعت في الحرب العالمية الأولى ووقع ضحيتها أكثر من 90,000 جندي من الجيش العثماني. هذه المعركة كانت بين الجيش العثماني والجيش الروسي. تأتي هذه المسيرة ضمن فعاليات تمتد من 22 كانون الأول وحتى 15 كانون الثاني. أيضا في التفاصيل، من المعلومات التي أوردتها الصحيفة أن أنور باشا تولى قيادة الجيش العثماني في هذه المعركة، وقرر شن هجوم ثلاثي المحاور على
على الجيش الروسي الذي احتل مناطق واسعة من الأراضي العثمانية، وانتهت المعركة نهاية تراجيدية بوفاة عشرات الآلاف من الجنود العثمانيين نتيجة البرد، وأسر عدد كبير منهم أيضا لقوا حتفهم بسبب الجوع والعطش في مزارع للخنازير في سيبيريا وأوكرانيا. نختم جولتنا في صحيفة ديلي صباح بنسختها العربية، ومفارقة ربما يمكن استخلاص الكثير من العبر منها. يقول الخبر: الضحية التركية في هجمات باريس كانت تتبرع بربع راتبها الشهري لطلاب في السنغال. بينت كشوفات الحسابات البنكية للفتاة التركية إليف دوغان أنها كانت تتبرع بما بربع راتبها الشهري لطلاب يدرسون في السنغال. أهل إليف لم يكونوا على علم بهذا بما كانت تفعله ابنتهم، وكانت تتبرع ب 500 يورو شهريا لطلاب مسلمين لإكمال دراستهم في السنغال. عائلة إليف بدورها أشارت أنها تنوي إكمال مسيرة إليف والتبرع إكمال التبرع لهؤلاء الطلاب من التعويضات التي يتوقع أن تقدمها الحكومة الفرنسية، والتي تقدر ب 30,000 يورو كمنح لهؤلاء الطلاب. رحمة الله على إليف. وهكذا تنتهي جولتنا في الصحافة التركية. أنا نور حداد، أتمنى لكم صباحا سعيدا ونحن زملائنا في عمان. نحن أكيد بنتمنى لك كمان أيضا نهار سعيد نور، أنت وكل زملائنا بغرفة الأخبار بإسطنبول. شكرا كثير لك نور على كل شيء قدمتي، وطبعا الأخبار كانت جدا مهمة، وجذبنا طبعا بعض الأخبار السياحية، حبينا الثلج والتعامل مع الثلج بالمناطيد. نعم. وهذا شيء غريب طبعا.